بدأت اللي أنا أنفذه من الخردة خامات معينة اللي هي الدواير من الورد والتروس، يعني وصل القطع بتاعته ل 3000 قطعة. فبدأت فيه، أخد مني بس 30 يوم أجمع وأشتغل فيه بالتسع ساعات والثمان ساعات متواصلة. بصراحة أنا تعبت فيه والحمد لله النتيجة كويسة. المكان كان مشتل، فاحنا حبينا ان احنا نعمله مشتل مختلف وحاجات فيه تكون مميزة. اهتمينا بحاجة اسمها الوعي البيئي، في حاجات اعادة التدوير، كوتش العربيات، ازايز البلاستيك، خامات معينة زي المواسير السباكة، الخردة. احنا بقالنا سنة ونص هنا في المكان، والحمد لله في ناس شغالة في المكان معنا. في مشكلة مواجهانا ان في تطوير بيحصل في المكان، بيرفعوا كفاءة الشارع وكده، وبيجهزوا المكان لافتتاح المتحف الكبير وكشارع سياحي، فبيرفعوا كفاءته يعني. فالتطورات اللي بتحصل في المكان جاية علينا بضرر احنا،